كبيرة كنا نفعتنا. أيوة صح. قرب يدك شوي، قرب يدك الداريش. واش الضوء هذا؟ لا ديالو ديالو التليفون. حاول تتنقص تقوى. حيد حيد. ها؟ تتعدل عاد. إذا متابعي قناة شفتي في أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة البغاز مدينة طنجة، كيفما قريتو في العنوان. أم حروق قلبها على بنتها العشرين اللي خرجت من الدار هذه 3 أيام ومازال ما رجعت. طبعا الأم اليوم تناشد المغاربة، الناس اللي شافوا بنتها أنهم يساعدوها يعاونوها بالبرتاج، الناس ديال مدينة طنجة خاصة إلا شافوا هاد البنت يحاولوا يتواصلوا مع الأم، لأن فعلا المشهد أمامكم بلا ما نوصف. أنا قلب الأم كيبقى هو قلب الأم. فهذه البنت متابعين الأوفياء عندها واحد الخالة في العينين ديال الشمال ديالها، بنت في عمرها 28. الأم ما تعاود لينا على التفاصيل أكثر. بقاو معنا متابعين الأوفياء، وكنتمنى تبارطاجيو هذا البث المباشر على أوسع نطاق لعل وعسى يوصل الناس اللي شافوا هاد البنت هادي. واخا خالتي صافي نسيتي بنتك فوقاش خرجات من الدار؟ نهار الخميس في 7:25 ديال الصباح. شحال من مرة؟ 28 عام. 28 عام؟ نعم. بنتك قارية؟ خارجة من الباك، من مور الباك صافي ما مرضت، من مور الباك مرضت وماشا وكتمرض حتى لهذا الوقت هذا زادت. كانت مريضة، كنت كندوز لها، الصحة ديالها نقصت بزاف، كندوز لها عند أطباء اللي كيقولوا لي راه مزيان كنمشي ندوز لها عنده. كان كيقولوا لها عندك الاعصاب في المسران في مسارن، يعني ما رتحتش. وفي هاد السنين هذه زادت، قالوا خوتها خصهم يديوها